السلام عليكم. طبعا اعزائي المشاهدين، موضوع اليوم مغاير عن جميع المواضيع الاخرى، وطبعا نوعا ما فيه مفاجأة، لان اعزائي المشاهدين رسميا بيب جوارديولا وحسب موقع لودي سبورت استعان بالنجم الدولي الجزائري رياض محرز لخطف الموهبة اسماعيل بن ناصر من ميسي ميلون. حيث كما تشاهدون، هذا موقع لودي سبورت الفرنسي كشف لنا ان المدرب بيب جوارديولا قد طلب من رياض محرز اقناع اسماعيل بن ناصر بالانضمام الى نادي مانشستر سيتي. يعني اعزائي المشاهدين، بيب جوارديولا اهتم باسماعيل بن ناصر في العديد من المرات، وقد نشرت فيها عن وقد نشرت عن هذا الخبر العديد من الفيديوهات، وكنت قد وثقت هذه الاخبار بمصادر موثوقه، والحمد لله ها هنا يعني ما زال بيب جوارديولا يعني مهتم باسماعيل بن ناصر، لان في طبيعه الحال هنالك في بعض المرات يكون مدرب او يعني نادي مهتم باحد اللاعبين، ولكن في المستقبل القريب وبعد مرور الايام والشهور يكون ذلك الاهتمام قد ينطفئ، ولكن اهتمام بيب جوارديولا باسماعيل بن ناصر لم ينطفئ لحد الان. وطبعا بيب جوارديولا مصر ان يستحضر هذا اللاعب، والمصدر الموثوق لدوس سبورت قد صرح لنا ان بيب جوارديولا يعني صراحه يا زملاء المشاهدين طلب من رياض محرز ان يقنع اسماعيل بن ناصر لكي ياتي ويلعب مع نادي مانشستر سيتي. صراحه يا زملاء المشاهدين تفاجات من هذا الخبر. وللعلم، كان بيب جوارديولا قد اتصل شخصيا باسماعيل بن ناصر وشرح له مشروعه الرياضي مع مانشستر سيتي على امل اقناعه بالانضمام الى فريقه، ولكن لم ينجح، لان اسماعيل بن ناصر اصبح قطعه اساسيه في نادي اي سي ميلون، وايضا خاصه في الاونه الاخيره، يعني البارحه او في صباح هذا اليوم، بيولي مدرب اي سي ميلون قد جدد عقده، وهذه نقطه جيده لاسماعيل بن ناصر. فبطبيعه الحال، هل تعتقدون ان رياض محرز، لان رياض محرز هو لب الموضوع هنا، هل تعتقدون ان رياض محرز سيقنع اسماعيل بن ناصر لكي ياتي الى نادي مانشستر سيتي، أم أنه سيفشل وأن اسماعيل بن ناصر سيفضل بقائه في نادي اي سي ميلان؟ طبعا كان هذا فيديو اليوم، ستجدون رابط هذه الجريدة إذا أردتم مطالعتها في صندوق التعليقات وأيضا في صندوق الوصف، وطبعا قولوا لنا آراءكم حول هذا الموضوع. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.